اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم طبعا عن مباراه الامس ومستر فايلر وتعامله في هذه المباراه، وده امر بيبقى مهم، واحنا فعلا كنا مفتقدين الجزئيه دي على مدار فترات سابقه. مش معنى كده ان الراجل ده يعني معفي من الانتقاد او مش طبيعي ان حد ينتقده، لا طبيعي جدا، اي حد وارد ان ممكن ينتقد. يعني الشوط الاول مش هو الاهلي خالص، اداء مختلف شويه عن اللي كنا بنشوفه قبل كده. الشوط الثاني اداء مغاير تماما وبقى افضل بكتير، والناتج في الاخر كان فوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0 بعد تعديل بعض الامور داخل الملعب. فهنا الاشاده بمستر فايلر بالتحديد في الشوط الثاني ان مش عيب لو انا غلطت في حاجه اعدلها، من وجهه نظر البعض يعني ممكن الراجل مقتنع جدا بالبدايه اللي ابتدى بيها المباراه، ده حقه، هو المدير الفني. والجميل في كده ان هو بيستحوذ على ثقه الجمهور النادي الاهلي، وده حقيقي. جمهور النادي الاهلي من فتره كبيره جدا ما كانش بيثق هذه الثقه الكامله في مدرب وتعديلاته وتغييراته وادارته للمباريات.